الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سأل فتى شاب ابن مسعود: هل عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كم يكون من بعده خليفة؟ فقال: إنك لحدث السن، وإن هذا شيء ما سألني عنه أحد قبلك. نعم، عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون بعده 12 خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل.